نظام أو مجتمع من المجتمعات وجود سلطة غاشمة ظالمة مستبدة مستكبرة متفرعنة تسوم الناس سوء العذاب. الناس عندما يعيشون تحت ظل نظام متغطرس متجبر متكبر ويتصرف كالآلهة وكالرب وكالخالق وتحت أي عنوان من أجل فرض الهيمنة وبسط السيطرة والنفوذ، فيرفع سيف الفتك والبطش بالناس من أجل أن يحقق غرض واحد، هو أن يخضع جميع الناس وجميع أبناء هذا المجتمع أو هذه الأمة لإرادته. يستل سيف البطش والقتل والقمع وانتهاك الحرمات وكل ما يخطر ببال بشر من أعمال القراصنة وقطاع الطرق من أجل السيطرة، وأخطر ما ينتج عن ذلك أن تشيع حالة الخوف من تقع سطوة هذا النظام المستبد الفاشي الذي لا يقيم حرمة ولا وزنا لا للدماء ولا للنواميس ولا للكرامة الإنسانية بأي صورة من الصور، فيخاف الناس من أن يتحدثوا أو أن يتكلموا أو أن يطالبوا بحقوقهم وبكرامتهم وبحريتهم، لأن الطاغوت يشيع أجواء رهيبة تبث الخوف في قلوب الناس، فلا يجرؤ أحد على الكلام لأن الطاغوت سيفه جاهز وسجونه مفتوحة وجلاديه أيضا جاهزون للتنكيل بأي صوت حر يطالب بالحقوق المشروعة بالحرية بالكرامة الإنسانية بالعدالة الاجتماعية. وهكذا يعيش الناس في ظل الأنظمة التي تغتصب السلطة بالسيف وبالحديد والنار وبسفك الدماء. يعيش الناس في حالة من الخوف، يلوذون بالصمت والسكوت لكي ينقذوا أنفسهم من وحشية ودموية هذا النظام المتفرع. لكن هل هناك شيء أخطر من سيف السلطان الظالم، من قمعه، من تكبره، من جبروته؟ نعم، هناك شيء أخطر. القمع قد يسكت الناس وقد يجعل الناس يلوذون بالصمت ولا يتحركون للمطالبة بحريتهم وبكرامتهم. شدة وقسوة القمع والتنكيل والبطش قد تؤدي إلى أن يصمت الناس أو يسكتوا
عن المطالبة بحقوقهم وبحرياتهم وبكرامتهم، ولكن مع قسوة القمع والبطش والتنكيل والفتك بمن يطالبون بالكرامة وبالحرية وبالعدالة، الناس ربما يسكتون بسبب القمع، ولكنهم يدركون بأن هذا الظالم الحاكم ظالم مستبد ولهم حقوق مسلوبة ومهدورة. لكن ما هو أخطر من سكوت الناس وصمتهم مع وجود الوعي بأن هناك ظلم فاحش يقع بحقهم، ما هو أخطر؟ المنهزمون نفسيا، الذين ليس فقط يثبطون الناس من الحركة باتجاه المطالبة بحقوقهم وبالحرية وبالعدالة وبالكرامة، وإنما يبثون ثقافة تنتهي إلى أنه لا يمكن تغيير هذا الظالم، وأن هذا هو قدرنا، وأنه يجب علينا أن نستسلم لهذا الظالم وهذا الدكتاتور. وهؤلاء المنهزمون المستسلمون للأمر الواقع ليتهم يكتفون بقناعة ذاتية، ولكنهم ينشطون ويتحركون كلما بادر حر أبي للمطالبة بالعدالة والحرية. ولذلك الانهزاميون هم أخطر بكثير من قمع السلطة نفسها، لأنهم يكشفون ظهور الأحرار وطلاب العدالة والكرامة، يفتحون لهم جبهات ثانوية لكي يستنزف الأحرار المطالبون بالحرية والعدالة والكرامة طاقتهم ومعنوياتهم وقدراتهم، بدل أن توجه صافية خالصة في مواجهة الطاغوت أو الحاكم المستبد. والنظام الدكتاتوري ينبري طابور من الانهزاميين الاستسلاميين الذين يعتبرون بأن وجود هذا الحاكم الظالم بما يمتلكه من إمكانات سلطة ودولة وجيش واستخبارات لا يمكن أن يغير هذا الواقع ثلة أو مجموعة أشخاص محدودين القدرات، ليست لديهم إمكانات تضاهي إمكانات هذا الظالم أو هذه السلطة. وبالتالي ينبري هؤلاء الانهزاميون لمجابهة هؤلاء، لبث ثقافة العجز والإعاقة اليأس والإحباط في نفوس الناس من أن يتحركوا للمطالبة بالحرية والعدالة وبنظام ينبثق من إرادتهم ويقوم بناؤه بناء على اختيارهم. وهنا جاء هذا الشهيد الكبير الذي نجتمع لذكرى شهادته الحمراء، ليس فقط ليجابه طاغية مستبد متفرعن ويقول له بصوت عالي لا، ليجابه أيضا ثقافة الانهزام في الأمة التي تتصور بأن هؤلاء الطغاة هم قدر الأقدار الذي لا يمكن تغييره،
جاء ليقول وليحرك ثقافة في نفوس الأمة المنهزمة لتنطلق من جديد روح جديدة في شباب هذه الأمة اليوم، عندما يتجسد كلام هذا الشهيد وهذه اليافطة التي خلفي، إما أن نعيش أحرار أو نموت أبرار، ليضخ قيمة عالية جدا في مواجهة حكم الطاغوت. عندما وجد الشهيد الكبير أن الثقافة الانهزامية المستسلمة للأمر الواقع قد أخذت مأخذها وبدأت تصنع في المجتمع ثقافة تبرر الانطواء والانعزال من سوح مواجهة النظام الطاغي لتحقيق العدالة والحرية، وأصبح المجتمع يعاني من هذه الثقافة، رأى تكليفه ووظيفته الشرعية أن يقف هذه الوقفة الكبيرة التي انتزع من خلالها هذا الشهيد الكبير احترام العالم وتقدير العالم، مع أنه لم يكن يبحث عن ضوء وبريق إعلام، كان بمقدوره ذلك أن يخرج من بلده إلى الخارج وتتلاقفه وكالات الأنباء والقنوات الفضائية ليصبح نجما مشهورا، ولكنه تحمل قضية شعب ومجتمع تكاد الثقافة الانهزامية أن تودي به، وأن يصبح أو أن يعتاد الناس على حكم الطاغي وعلى النظام المستبد، وأن يصبح مألوفا الحياة، وأن تكون للنظام الدكتاتوري المغتصب للسلطة تكون له شرعية بسكوت الناس وتعودهم على الظلم، وتأتي ثقافة الانهزام والاستسلام أيضا لتريح الناس من عناء التفكير في ضرورة الوقوف بوجه الظالم ووضع حد لاستبداده وطغيانه. نترحم اليوم على هذا الشهيد الكبير الذي أسقط كل الأقنعة، ليس فقط الأقنعة التي كان يتوارى خلفها النظام السعودي، وإنما الأقنعة أيضا التي يتوارى خلفها المثقفون المنهزمون نفسيا، الانهزاميين في الأمة. ولذلك توكل على الله الواحد القهار، وكانت أخلاقيته عالية جدا حتى في آخر اللحظات، لم يتقدم الصفوف، وكان قائدا فريدا من نوعه، لم يكن يختبئ وراء المقاعد الخلفية ليزج بالناس إلى جبهات المواجهة وهو في الخلف، وإنما رفع الراية وحمل الراية وتقدم الصفوف الأمامية. ثانيا، كان صادقا ومخلصا لله عز وجل، لم يكن يشير إلى أحد بالسلب أو يريد أن يثبت وجهة نظره أمام الآخرين فيعير الآخرين مثلا، لم يكن يعنيه الآخرين، رأى وظيفته الشرعية وتكليفه الشرعي ووظيفته الأخلاقية في أن يصدح بصوت عالي بكلمة الحق فنطق بها. هذا هو الشهيد النمر
الذي عرفناه منذ أكثر من 40 عاما، شابا مؤمنا طالبا للعلم مجدا لا يضيع الوقت، عصاميا ذو أخلاق رسالية عالية، ومجاهدا إلى درجة الاستشهاد. كم هذا الرجل من طراز فريد كقائد، كعالم دين، كواحد من أبناء المجتمع. عندما رأى مسؤوليته الشرعية في هذا المسير، وقد عرض عليه ما عرض، ولكي يرفع عنه حكم الإعدام، ولكنه كان واعيا مدركا لما كان يقوم به، وكان يرفض أي وساطة باعتباره لم يرتكب جريمة كما يقول، لكي يطلب العفو أو الالتماس من طاغية قال له لا بالصوت العالي وبالصوت الكبير ليسمع العالم كله. وهذه رؤيته وبرنامجه في عريضة العزة والكرامة التي تحتوي كل المطالب التي كان يطالب بها لمجتمعه، ألخصها في العدالة وقيام دولة المواطن التي لا تميز بين مواطن وآخر على أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية أو إثنية أو مناطقية أو ما إلى ذلك. وكان الثمن كبيرا هو دماءه الزكية. أكتفي بهذا القدر. لو شئنا أن نتحدث عن هذا الشهيد وخصاله وصفاته لاحتجنا ساعات طويلة، ولكن مراعاة لوقت البرنامج أكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لهذا الشهيد الكبير الرحمة والرضوان، وأن تتحقق كل الأهداف التي من أجلها قدم دماءه هدية متواضعة لأمته ولمجتمعه. كان يتطلع للحرية والعدالة وللمساواة، كان يتألم عندما يرى الظلم والضيم والحيف يقع على أبناء المجتمع، وبالإمكان أن تتقدم حياتهم بشكل أفضل فيما لو تقدم هو وأقدم على مثل هذه الخطوة. يكفي للشهيد أنه حمل ليس هم تحسين الأوضاع في مجتمع الجزيرة العربية، وإنما تفاعل مع كل قضايا المستضعفين والمحرومين في العالم. وهذه مواقفه الآن يسمعها ويشاهدها كل العالم، عندما تضامن مع شعب البحرين، وتضامن مع العراق، ومع السودان، ومع مصر، مع شعوب في مواجهة الاستبداد والاستكبار والطغيان والفرعنة. اسمحوا لي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.